ربيع، أهلا بك. أهلا حسن. ربيع، تحدثنا اليوم عن البركان الذي استيقظ في جزر الكناري والذي لا يزال نشطا حتى هذه الساعة. في الأيام الأخيرة بالفعل تم تداول مجموعة من الأخبار حول خطر هذا البركان على المغرب، ما مدى دقة هذه الأخبار؟ نعم حسنية، منذ ثوران بركان كومبري بيخا في جزيرة لابالما الأحد الماضي، تحدثت العديد من وسائل الإعلام عن خطر حدوث تسونامي ضخم قد يضرب سواحل المغرب، كما تحدثت عن خطر دخان سام قد يستنشقه المغاربة. أخبار قد تثير الهلع، ونحن نعرف كم هي قريبة جزر الكناري من السواحل المغربية، فهل لهذه الأخبار سند علمي؟ أبدأ حسنية بخطر التسونامي الذي قد يتسبب به البركان. بالفعل كان هناك بحث علمي أثار الجدل بشأن هذه الفرضية، فقبل 20 عاما تقريبا نشر الباحثان سايمون داي وستيفن وورد مقالا بحثيا في مجلة جيوفيزيكال ريسيرش ليترز أثار الكثير من اللغط. مقال يقول إن الجانب الغربي لبركان كومبري بيخا غير مستقر، وأن انهيارا قد يحدث لهذا الجانب من البركان. إذا حصل ذلك فإنه سيؤدي لا محالة إلى موجة مد بحري كبيرة، تسونامي ضخم إذن، موجة تنتشر في المحيط الأطلسي، ما قد يؤدي إلى دمار في السواحل المطلة على المحيط، كما لو ألقينا حجرا في مياه بركة راكدة. الحجر يخلق موجات تزحف في كل البركة من بين السواحل المهددة حسب المقال، السواحل المغربية طبعا، وأيضا سواحل الولايات المتحدة في الجانب الآخر من الأطلسي. وهل هذا ممكن فعلا ربيع؟ حسنية، الفرضية كفرضية ممكنة طبعا، لكن لكي تتحقق يجب اجتماع العديد من العوامل في آن واحد، وهذا ما يستبعده منذ سنوات الباحثون. باحثون انتقدوا مقال سايمون داي وستيفن وورد، لكن فرضيتهم المثيرة تجذب اهتمام وسائل الإعلام غير المتخصصة في كل مرة يثار الحديث فيها عن بركان كومبري بيخا، وهذا ما أشار إليه مدير معهد البراكين في جزر الكناري لويس غونثاليث دي باليخو، الذي نشر تفنيدا على موقع فيسبوك لطمأنة الناس. رغم أن هذه الفرضية استبعدت من عديد الباحثين، أتعجب كون بعض وسائل الإعلام تواصل إثارة هذا الحدث الكارثي. لكي ينهار الجزء الغربي لبركان كومبري بيخا يجب في آن واحد أن يحدث زلزال بقوة استثنائية وأيضا انفجار ضخم واستثنائي للبركان. هذه الاحتمالية ضعيفة جدا. البركان مستقر وثورانه اليوم يشبه ما شهده خلال عشرات آلاف السنين الأخيرة. هذه الطمأنة جاءت أيضا في تصريحات لرئيس المعهد المغربي للجيوفيزياء ناصر جبور، الذي كنا استضفناه سابقا في هذه الفقرة، فقرة على العالم علوم. طيب ربيع، ما الذي يجعل الباحثين يعني مطمئنين إلى هذه الدرجة؟ لفهم ذلك يجب أن نذكر سريعا بمختلف أنواع البراكين. فهناك البراكين المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية كما تسمى، تلك الصفائح التي تكون الغلاف الصخري الذي نقف فوقه، والذي لا يمثل في الحقيقة إلا غلافا رقيقا تقع تحته طبقات صخرية ساخنة ومنصهرة، هي التي تصعد إلى السطح عندما يثور بركان ما. أغلب البراكين تقع في مناطق احتكاك، في مناطق احتكاك هذه الصفائح التكتونية. هناك تقع البراكين الأكثر خطورة والتي تسمى بالبراكين الرمادية. لماذا هي خطيرة؟ بسبب قوة انفجارها، وهذا ما شاهدناه مرات عدة مع براكين إندونيسيا والفلبين مثلا. وهناك نوع آخر من البراكين غير مرتبط باحتكاك الصفائح التكتونية، وهي البراكين التي أدت على مدى ملايين السنين إلى تشكل العديد من الجزر كجزر هاواي وجزر الكناري وغيرها مثلا. تلك البراكين موجودة فيما يسمى بالنقط الساخنة. النقطة الساخنة هي موقع في الكرة الأرضية تكون فيها السهارة تحت الغلاف الأرضي ذو حرارة عالية فوق المعتاد. الحرارة الكبيرة والضغط يجعلان السهارة تشق طريقها نحو السطح لتخرج من البراكين. في غالب الأحيان براكين النقط الساخنة تصنف بالبراكين الحمراء، أي أن انفجاراتها ضعيفة نسبيا وتنفث أو تقذف حمما سائلة نسبيا، أي نسبة لزوجتها ضعيفة، ما يجعلها تشق طريقها تدريجيا فوق الأرض قبل أن تتجمد الحمم
على شكل صخور بازلتية. إذن حدوث انفجار قوي لبركان كومبريبياخي الإسباني مستبعد، وبالتالي حدوث تسونامي يهدد المغرب مستبعد أيضا. طيب ربيع، في بداية هذه الفقرة تحدثت عن خطر غازات سامة قد تصل إلى المغرب بسبب انفجار بركان لابالما، هنا أيضا هل هذا الخطر حقيقي؟ سأبدأ من حيث انتهيت حسنية. كون هذا البركان بركانا أحمرا مصدره نقطة ساخنة يجعله بركانا ضعيفا مقارنة بالبراكين الرمادية وانفجاراتها الضخمة. إذن بالمقارنة الغازات التي يلفظها كومبري بيخا ضعيفة، لا يعني ذلك أنه لا يجب مراقبة تلك الأدخنة. كومبري بيخا يلفظ حاليا حمما وأيضا غازات كانت في قعر الأرض، بالخصوص غاز ثنائي أكسيد الكبريت. ثنائي أكسيد الكبريت، المركز الأوروبي لمراقبة الغلاف الجوي والمسمى كوبرنيكوس، هذا المركز يتابع عن كتب حركة دخان البركان عبر الأقمار الاصطناعية، وقد نشر خريطة تظهر وصول سحابة من غاز ثنائي أكسيد الكبريت، هذه الخريطة وصولها إلى المغرب واتجاهها نحو إسبانيا وحتى جنوب فرنسا. فهل هذا خطر؟ مستويات غاز ثنائي أكسيد الكبريت في الهواء نتيجة بركان كومبري بيخا ضعيفة نسبيا، وهي تتركز في الطبقات العليا من الغلاف الجوي خاصة عندما نبتعد من المصدر، حاليا لا خطر على الصحة. ما يمكن أن يشهده سكان المناطق التي تمر منها سحابة ثنائي أكسيد الكبريت هي رؤيتهم لضباب خفيف. هناك خطر محتمل آخر عندما تصل الحمم البركانية إلى البحر وعندما تلتقي بماء البحر. ثنائي أكسيد الكبريت يتفاعل مع جزيئات الماء ليخلق ما يسمى بحمض الهيدروكلوريك أو حمض كلور الماء، مادة سامة جدا. لحد الآن لم تصل بعد حمم كومبري بيخا إلى البحر، وحتى وإن حدث ذلك فإن حمض كلور الماء المكون لا يمثل خطرا إذا ابتعد المرء عنها ببضع مئات الأمتار فقط، وهو يتبدد سريعا بسبب الرياح. معنى ذلك يا ربيع نفهم أنه يتم غالبا التهويل بشأن خطر البراكين. لفهم ذلك يجب التذكير بأنه في المعدل حسنية يثور قرابة 50 بركانا في العالم كل عام، 50 بركان في الكرة الأرض، فالكرة الأرضية نشطة لا تهدأ، لكن لا نسمع إلا بثوران البراكين التي تهدد الإنسان أو بالانفجارات الكبرى وهي قليلة. المثير مع البراكين حسنية هي أنها مصدر موت وحياة في آن الواحد. كيف ذلك؟ الباحثون يعرفون الآن أنه على مدى تاريخ الكرة الأرضية الطويل شهد كوكبنا كوارث ضخمة بسبب البراكين. مثال على ذلك الانقراض العظيم الذي حدث قبل 450 مليون سنة تقريبا، وأدى إلى انقراض جل الكائنات الحية حينها. كان ذلك حين دخلت سيبيريا في نشاط بركاني هائل، لا يتعلق الأمر ببركان واحد، تخيلي معي 6 ملايين كيلومتر مربعة من الأراضي تلفظ حمما بركانية وغازات لمدة مئات آلاف السنين. الأسبوع الماضي نشرت دراسة جديدة حول هذا الحدث المعروف لدى المختصين. إذن تهديد النشاط البركاني قد يكون عظيما على حياتنا، لكن الباحثين يعرفون أيضا أن البراكين مصدر حياة على أوجه متعددة. نعرف أن البراكين تخلق أراض جديدة هي الأفضل من حيث قابلية عيش النباتات، وأيضا هناك من بين النظريات التي تشرح تواجد الماء على كوكبنا عكس الكواكب الأخرى هو كون البراكين مسؤول عن ذلك، إذ يقول باحثون أن النشاط البركاني الكبير الذي حدث بعد تكون الأرض مباشرة أخرج من قاعها كميات هائلة من بخار الماء الذي كان حبيس الطبقات الصخرية الداخلية. بخار ماء تحول تدريجيا إلى سحاب، إلى أمطار، ومن ثم إلى محيطات وأنهار، ما سمح بظهور الكائنات الحية. البراكين حسنية مصدر للموت وللحياة